موضوع نحاول احنا نسميهم يعني عوامل مؤثره. لما جه عرف الفيلاتكن هو العامل المؤثره قال ايه عامل المؤثره، او ممكن تقول برضه موليكول يعني حته من الجزيئه. فكرتها ان هي عامل ستيبل غير مستقره وعايزه تستقر. ده حاجة طيب. لا انزيم كده صح. اسمه واحد بكام الالكترون المفروض؟ الاثنين. ده كده اوف بيرد الالكترون.
الالكترون غير متساوي، عشان يستقر محتاج واحد كمان يجي يقف جنب الالكترون. عشان كده الهيدروجين لوحده وهو مش ماسك في حاجه يعتبر فيه يعتبر ماده مضره، ماده ان ستيبل. الاكسجين لما يكون لوحده يعتبر فيه راتب غير مستقر، عاوز يستقر فيا اما يمسك مع الاكسجين زيه ويكون جزء، يا اما يمسك مع هيدروجينتين ويكون ميه. لما قلت لحضرتك الفورج ده كده ستيبل ولا ان ستيبل؟ لو اتش عاوز رقم ده يعتبر فيه راتب. لما قلت لحضرتك عندنا اكسجينتين ده رقم مستقر. لو جه خد هيدروجينه زياده عليه اصبح اكسجينتين شايلين هيدروجينه، شال الهيدروجينه دي مازال ولا عاوز يفقدها؟ عايز يفقدها، اصبح هو ده كمان في راديكال او اوكسيدايزنج ايه؟ لما اقول انا عندي ميه مستقره H2O وجيت حط عليها اكسجينه زياده بقت H2O2 بقت ميه شايله اكسجينه، عايز تفقدها ولا تبقى عايز تمسك فيها؟ هتبقى عايز تفقدها. عشان كده اصبح ده في راديكال واصبح ده في راديكال وده فري راديكال وده فري راديكال، كل دول اسمهم فري راديكال او مواد مؤكسده. دول كلهم زي ما احنا شايفين طالعين منين؟ طالعين من الاكسجين، صح؟ عشان كده بيسموهم رياكتيف اوكسجين سبيشيز، يعني انواع رياكتيف نشطه وجايه منين؟ جايه من الاكسجين. زي ده قلنا اسمه هيدروكسي فري راديكال. ده اسمه سوبر اوكسايد. ساعات بيتكتب كده وساعات بيتكتب كده O2 عليه نقطه، نقطه دي معناها هيدروجين عاوز يفقدها. زي ده هيدروجين اوكسي فري راديكال. لا الكلام ده واحده انت جبت بس الفري راديكال ولا جايب ترس ايه؟ طب هتلاقيه ازاي يا كهري وانت جايب ترس غير الفري راديكال؟ شابتر لوحده اسمه فيلا لو انت بتذاكر من الكتاب. لو بتذاكر من المذكره بتاعتي هتلاقي في نهايه الانزيم اخر المذكره خالص هو الفيلاتيك. انا هحط طبعا شابتر الانزيم لان هو تابع الانزيم اصلا. خلاص؟ واضحه كده؟ المذكره صفحه 31 في الكتاب الاسم صفحه 162. اي تفاصيل ثانيه عايزين تعرفوها؟ عيد من الاول كل القصه دي عشان نفهم بقى يعني ايه في نفهم كلنا بقى يعني ايه. وصلت يا جوهري؟ يا رب تكون مبسوط. فري راديكلز بنتكلم عن درس اسمه فري راديكلز، يعني المركبات النشطه او الاوكسيدايزنج ايجنتس العوامل المؤكسده. واضح من اسمها عوامل مؤكسده يعني بتخش اي تفاعل تاكسر المركب اللي قدامها وتتفاعل معاه. وده لان الفري راديكلز دي هي مركبات اصلا ان ستيبل غير مستقره. ليه غير مستقره وايه امثلتها؟ ابسط مثال عندنا لما اقول لحضرتك انا عندي هيدروجين. الهيدروجين المدار الخارجي بتاعه قلنا فيه الكترون واحد. يعني ان بيرد الكترون، الكترون غير مستقر. هل الهيدروجين ده كده مستقر؟ ولا عاوز يستقر ان هو يجيب الكترون كمان عشان يكمل المدار بتاعه؟ قبل ما يكمل المدار بتاعه وهو فيه الكترون واحد كان ان ستيبل. كان رياكتف نشط عشان كده نقدر نعتبره فري راديكال ماده نشطه. زي ايه كمان؟ زي الاكسجين الذري. دي ذره غير مستقره، عاوز يستقر الاكسجين انه يمسك مع اكسجين ثاني ويكون اوزو او يمسك مع هيدروجينتين ويكون ميه. طب قبل ما يمسك مع الاكسجين او قبل ما يمسك مع الهيدروجين كان ستيبل ولا ان ستيبل؟ ان ستيبل، يبقى اعتبره فري راديكال غير مستقر وعايز يستقر باي مركب تاني. زي الاورنج
الاو اتش عايز ارفع، هل دي مستقره ولا ان ستيبل؟ ان ستيبل تبقى فري راديكال زي اتش 2 او ماي كده ستيبل. لو جبنا اكسجينه زياده وحطيناها عليها بقت اتش 2 او 2 شايله اكسجينه زياده. طب هي شايله اكسجينه زياده وعايزه تفقدها لانها شايلها زياده عن حاجتها، اصبح ال اتش 2 او 2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد ستيبل ولا ان ستيبل؟ ان ستيبل يبقى فري راديكال. يبقى اذا اي اتوم اي صنف او اي موليكول اي جزيئ ان ستيبل اقدر اعتبره ان هو فري راديكال. زي حاجه اسمها او 2، او 2 ده اكسجين مستقر. طب لو شال هيدروجين زياده عليه بقى او 2 اتش شايل هيدروجين، شال هيدروجين دي زياده عن حد لان هو متشبع اصلا هو مستقر اكسجينتين ماسكين في بعض، شايل اكسجين زياده عليه وعايز يفقد، اصبح المركب ده اللي اسمه سوبر اوكسيد هو كمان فري راديكال. ممكن نكتبه او 2 اتش بالمنظر ده كده، وممكن نكتبه او 2 وعليه نقطه، النقطه دي يعني هيدروجين، يعني شايل حاجه زياده عايز يفقدها اللي هي الهيدروجين. سواء ده او ده او ده او ده كل دول بيحتوي على الاكسجين او جايين من الاكسجين صح؟ فعشان كده ممكن نسميهم الاكتف اوكسجين سبيشيز، وده اول نوع عندنا من الفري راديكال. انواع رياكتف يعني نشطه وجايه منين؟ من الاكسجين. زي الاكسجين الزمي اكسجين اتوم، زي الاو اتش اللي هي هيدروكسي جروب صح؟ يبقى اسمه هيدروكسي فري راديكال. زي الاو 2 اتش او اللي قلنا ممكن نكتبه او 2 عليه نقطه، ده بنسميه سوبر اوكسايد فري راديكال. زي الاتش 2 او 2 ده اللي احنا بنسميه هيدروجين بيروكسايد او هيدروكسي بيروكسي فري راديكال. كل دول فري راديكال وجايين من الاكسجين. بص لي كده عليهم على الرسمه بتاعتهم. اول واحد اللي هو السوبر اوكسايد اللي هو او 2 اكتب جنب منه او 2 فوق نقطه كده، حط فوق نقطه لو مش محطوطه، او بين قوسين بيساوي او 2 اتش زي ما انا كاتب كده. ده او ده واحد يعني سوبر اوكسايد، مش عكس الميه اللي تحت منه هيدروكسي فري راديكال اللي هو او اتش عادي. بعد كده الاوكسي فيه راديكال والكوكسي فيه راديكال دول هنعرفهم كمان شويه. بعد كده في هيدرو بالاوكسي فيه راديكال اللي هو اتش 2 او 2 اتش 2 او 2 يبقى بتقول اتش او 2 بس صح؟ خليها اتش 2 او 2. دول كلهم جايين من الاكسجين. في فري راديكالز ثانيه ممكن تيجي من النيتروجين. زي ايه؟ لما اقول لك انا عندي نيتريك اوكسايد، هو المفروض ان النيتروجين بتتشبع بكام رابطه؟ بثلاثه، والاكسجين بكام رابطه؟ باثنين. انت عندك اكسجين ماسكه برابطتين مع النيتروجين، اصبحت النيتروجين لسه محتاجه تبقى ستيبل ولا ان ستيبل؟ ان ستيبل. اه ده فري راديكال النيتريك اوكسايد. بس ينفع اقول عليه رياكتف اوكسجين سبيشيز ولا اقول عليه رياكتف نيتروجين سبيشيز؟ يعني فري راديكال ولكنه جاي من النيتروجين. طب اديني مثال كمان. النيتروس اوكسايد اللي هو N2 غاز النيتروجين. طبعا N2 هو كده مستقر صح؟ جينا احنا رحنا حاطين عليه اكسجين زياده، يبقى عايز يفقدها ولا مش عايز يفقدها؟ عايز يفقدها. يبقى ال N2 هو ده اكتف ولا ستيبل؟ ده رياكتف وان ستيبل خلاص؟ عشان ده كده كمان يعتبر فري راديكال. يبقى احنا مبدئيا عرفنا معنى كلمه فري راديكال. نلخص الكلمتين في ان هي ماده ان ستيبل غير مستقره. عايزه تستقر ان هي ترتبط مع اي مركب تاني او تفقد المركب اللي الذره اللي مخليها ان ستيبل. زي ايه؟ قلنا زي الاكسجين الزائد، زي الاو اتش، زي الاو 2 اللي شايله هيدروجين، زي الاتش 2 او 2 وكل دول جايين من الاكسجين. او زي ال ان او او ال ان 2 او نيتروس اوكسيد ونيتروس اوكسيد والاثنين دول جايين من النيتروجين. النقطة اللي بعدها بعد ما عرفنا ايه هي الفري راديكالز والاكزامبلز او الامثلة بتاعتها، ان انا اعرف ايه السورسز بتاعتها تيجي منين الفري راديكالز من الجسم. الفري راديكالز لما بتيجي للجسم عندنا في مصدرين اثنين، في اندوجينس سورسز، في مصادر داخلية يعني الجسم ممكن يطلعهم
وفي عندنا اكزوجينس سورسز يعني مصادر خارجيه جايه من بره الجسم. اكزوجينس سورسز الاول نخلص منها. انت ممكن تجيب الفيرالكنز دي جايه من بره جسم ازاي؟ ممكن تاخدها مع السموك. النيكوتين لما بيتحرق بيطلع فيرالكنز. ممكن تاخدها مع اي بوليغاز مع اي ماده ملوثه. بوليوشن التلوث اللي موجود في الجو اللي بيطلع من العربيات بيطلع من المصانع بيطلع من اي حاجه اي ماده كيميائيه انت بتشمها بتكونها فري راديكال. ممكن يجي مع الراديشن مع الاشعاع. المواد المشعه نفسها بتحتوي على فري راديكال ده غير ان الاشعاع نفسه لما الخلايا بتاعه جسمنا بتتعرض له الخلايا نفسها بيبدا الميتابوليزم بتاعها يتلخبط والخليه نفسها تبدا تطلع المركبات دي اللي احنا بنقول عليها فري راديكال. المصادر دي كلها مصادر خارجيه انا واخدها بره الجسم. لكن ممكن تبقى مصادر داخليه اندوجينس يعني الجسم نفسه بيصنع فري راديكال اللي هي المركبات المضره الان ستيبل دي اه. بتطلع ازاي؟ اول واشهر مكان بيطلع فري راديكال عندنا هو الريسبيراتوري تشين اللي هي سلسله التنفس واللي اتكلمنا فيها قبل كده كذا مره وقلنا بتحصل فين؟ في الميتوكوندريا. قلنا هدفها انتاج الاي تي بي. هي دي سلسله التنفس. لما تحصل الريسبيراتوري تشين او سلسله التنفس من ضمن العوادم المخلفات اللي ممكن تطلع منها فري راديكلز. واشهر الفري راديكل اللي بتطلع من الريسبيراتوري تشين هو الاو 2 اتش. فانا لسه قايل حاجه اسمه ايه؟ سوبر. من ضمن المصادر الداخليه اللي ممكن تطلع لنا فري راديكال مصادر في جسمنا زي الميتابوليزم اوف زيرو بايوتكس. ايه زيرو بايوتكس؟ كلمه زيرو يعني غريب وبايوتكس يعني حاجه يعني اي حاجه غريبه على الجسم البشري يعني اي ماده كيميائيه حضرتك هتاخدها من بره وجسمك ما بيصنعهاش من الاخر اي دواء. الدرجز دي كلها مواد كيميائيه صح؟ جسمك بيصنعها ولا مواد غريبه على جسمك؟ غريبه زيرو بايوتكس. لما انت بتاخد اي دواء وبيعمل الوظيفه بتاعته وبيشتغل خلاص بعد ما يقوم وظيفته المفروض ان هو بيتكسر بعد كده. لما بتتكسر الادويه ممكن من مواد التكسير هيطلع مين؟ يطلع فري خلاص؟ عندنا كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تطلع فري راديكلز جوه الجسم ديورنج ديفورميشن اوف ميت هيموجلوبين. بما انكم خدتوا الضغط في الفسيولوجي ايه هو الميت هيموجلوبين؟ هيموجلوبين وحش. هيموجلوبين وحش جميل قوي. وحش ازاي يعني في ايه؟ بيتحول فيه الحديد من ايه لايه؟ من فيرس لفيرس. تمام؟ هو الحديد عشان يتحول من فيرس لفيرس ويتحول الهيموجلوبين الى ميت هيموجلوبين. الكلام ده كان بيحصل بصوره طبيعيه ولا كان لازم يكون في فاكتور خارجي؟ برضه التعرض للراديشن التعرض لكيميكال لاي ماده من اللي بنيلها صح؟ مش هو ده اللي كان بيحول الهيموجلوبين من الهيموجلوبين العادي الى ميت هيموجلوبين. ديورنج ذا فورميشن اوف ميت هيموجلوبين. بس في 5% جوه الجسم ما شاء الله عليك. ديورنج ذا فورميشن اوف ميت هيموجلوبين بما ان الفاكتور اللي بيسبب اصلا عمليه تحويل الهيموجلوبين الى ميت هيموجلوبين هو ماده كيميائيه او راديشن او غيره. الفاكتورز اللي بتكون ميت هيموجلوبين هي هيها الفاكتورز اللي هتاثر على الخليه وتخلي الخليه تطلع مين؟ تطلع فري راديكال. اما الحاجه الرابعه اللي ممكن عندنا في الخليه وعايزكم تركزوا معايا فيها شويه عشان ما تطلع اسلوب غامض ويرجع عادها تحت ونفهمها مع بعض. قال جوه الليكوسايت في خلايا كرات الدم البيضاء مع وجود انزيم اسمه نان بي اتش اوكسيديز انزيم ممكن يطلع بعض الفري راديكال. يعني في انزيم موجود جوه كرات الدم البيضاء اسمه ايه الانزيم ده؟ نان بي اتش اوكسيديز ممكن يطلع فري راديكال. المركبات اللي احنا بنتكلم عليهم خليك معلق معايا في النقطه دي كده عشان هتنزل في الصدر اللي تحتها على طول بعد ما اتكلم في السورسز او المصادر بتاعه الفري راديكال. راح قايل هو ايه الافكت بتاع الفري راديكال؟ ايه تاثير الفري راديكال في الجسم؟ راح جاي قال لك اول تاثير للفري راديكال حاجات فيسيولوجيكال. يعني ايه حاجات فيسيولوجيكال؟ يعني حاجات طبيعيه ولد انها تاثر.
وكمان الفري راديكال لها تاثير باثولوجيكال، حاجه بقى دنجرس في التاثير المضر. ايه التاثير المفيد بتاعها؟ قال لك اللي هو النقطه دي، ان ممكن جوه الوايت بلاد سيلز جوه الليوكوسايتس جوه كرات الدم البيضاء اللي جواها انزيم اسمه ناد بي اتش اوكسيديز ممكن يطلع عندنا فري راديكال، والفري راديكالز دي تبقى مفيده بالنسبه للجسم. مش فاهمين حاجه بالظبط. بصوا ايه اللي هيحصل، المعادله دي اسمها معايا عشان بعد كده هترسمها. دلوقتي احنا بنقول انا عندي اكسجين ستيبل ولا ان ستيبل؟ ستيبل. هيجي عليه انزيم اسمه ناد بي اتش زائد اتش اوكسيديز انزيم. اوكسيديز يعني بيعمل اكسده، والاكسده اضافه ولا ازاله هيدروجين؟ ازاله. هل بيشيل هيدروجين منين؟ من على الناد بي اتش. الانزيم ده هيروح واخد الهيدروجينتين من على الناد بي اتش اللي هو جايبه معاه، خلينا نرسمهم كده باللون الاحمر، ويروح حاطط الهيدروجينتين دول على الاكسجينتين دول، فيبقى كده O2 ده شايل اتش وده شايل اتش. هو ده اللي انا لسه قايل حالا اسمه ايه؟ سوبر اوكسايد. ستيبل ولا ان ستيبل؟ ان ستيبل. يعني في ده طبعا لانه ان ستيبل غير مستقر، فعايز يفقد الهيدروجين بتاعته، عاوز يتفاعل باي شكل. فيروح ده رايح مع البكتيريا. البكتيريا دلوقتي بيتشال على مين؟ على الليكوسايت، على الوايت بلاد سيلز اللي راح تهاجم البكتيريا. وتروح مصدره الاوتو اتش ده للبكتيريا. يتفاعل مع البكتيريا ويعمل ايه للسيمبل برين بتاعها؟ يكسره. ده مش كده وبس. ده الاوتو اتش ده هناخد حالا انزيم هيشتغل عليه اسمه سوبر اوكسايد ديسميوتيز انزيم. اختصاره اس او دي. الانزيم ده زي ما هناخد حالا وهنعرف بيحاول ان هو يخلص الجسم من السوبر اوكسيد الزياده عشان ما يضرش الجسم. بيتخلص منه ازاي؟ شايفين الهيدروجينه دي؟ هيروح مطلعها فوق، مش هياخد اكتر من كده. طب لما طلع الهيدروجينه دي فوق اصبح عندي ايه؟ H2O2 صح؟ زائد O2. الO2 اللي طلع ده فيه مشكله؟ سليم. طب ال H2O2 فريدك يهاجم البكتيريا. كل ده جوه الوايت بلاد سيلز جوه الليكوسايت. مش كده وبس. تروح جاي الليكوسايتس كمان جايبه اتش سي ال موجود بتركيزات قليله فيه. وجايبه انزيم اسمه مايلو بيروكسيديز انزيم. بصوا الانزيم ده هيعمل ايه؟ ادي الاتش سي ال اهي. اتش سي ال. هنروح واخدين اكسجين من الاثنين بتوع ال H2O2. انا خدت اكسجين صح؟ هروح حاططها هنا. بقى HOCl. فضل عندي مين؟ ميه اهي. طلعت الميه بره التفاعل. يبقى انا دخلت HCl بانزيم اسمه مايلو بيروكسيديز انزيم. ال HCl اللي خد اكسجين من الاثنين دول اتحطت ما بين ال H والCl بقت HOCl. انا خدت الاكسجين فضل عندي مين؟ ده كمان فري راديكال. التفاعل ده بيحصل في مكانين اثنين، مكان قالوا على صوته اللي هو في الليكوسايتس والوايت بلاد سيلز عشان يهاجم البكتيريا، المكان الثاني بيحصل في البر في الرئه مستني عشان يطلع ده فري راديكال، ويطلع ده فري راديكال، ويطلع الثالث بتاعهم مين؟ فري راديكال. الثلاثه يهاجموا البكتيريا. اصل انت اصلا انت بتشم الهواء، الهواء ده يبقى داخل شايل بكتيريا وشايل بلاوي وشايل حاجات من الجو. لازم الرئه تبقى مستعده ان هي تهاجم اي جسم خارجي لها. بتعمله ازاي؟ عبقري الحاجات اللي موجوده دي. عشان كده برضه معروف لحضراتكم في مرض من ضمن الامراض اللي اكتشفوها مؤخرا لو ان الشخص يفضل عنده التهابات التهاب ده وزي ومش عارفين السبب. يدوا له مضادات حيويه العيان يتحسن شويه، يروح المضاد الحيوي يرجع تاني عنده التهاب رئه. لو ان من شده المرض ده بعض الناس ان تبص لقوا الرئه تقلب مجموعه من الابسيسس خرابيط كتير تقلب بكياس مليانه صديق، الناس مش عارفين.
لما بدأوا يدوروا لما اكتشفوا الجين ده مؤخرا لقوا ان في بعض الناس بس النسبه قليله جدا 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 ممكن يكون ما عندوش الانزيم ده اللي هو الاد اتش ايه؟ اوكسيديز. طب لو الانزيم ده مش موجود هل الكلام ده هيحصل؟ لا. هل هيتكون ده او ده او ده؟ وده واحد من ضمن الحاجات الطبيعيه اللي ربنا خليها كديفنس ميكانيزم كوسيله للدفاع عن الجسم. فتبدا البكتيريا تخش الجسم وما تلاقيش حاجه تقف قدامها يبدا يحصل مشاكل اللي كنا حضرتكم عليها. فانا عايز اكمل الفسيولوجيكال ميكانيزم او الفايده الطبيعيه بتاعت الفيلرتين ارسموا لي المعادله دي عشان تفهموها انتوا بالذات. دكتور هو ال HCL اللي انا ده جاي اللي هو ال HCL ده منين ده؟ موجود بس بنسبه ضئيله فلم اللي هو ده في الشوف في السمك بس اللي هي يخش انت محتاج انك توفر كمية على قد ما تقدر عشان تهاجم كمان شويه في الاكل بالظبط شويه يا دكتور بس يمين بس معلش دكتور ال H2O2 بحط عليه HCl ولا هو بيطلع لي HCl؟ تحط عليه طب يا دكتور احنا كنا بنتكلم في حاجه وبعدين دخلنا في قاعده الانزيم في حاجه تانية خالص دكتور احنا في موضوع والله قلبنا موضوع تاني ايه السبب ده؟ عشان يكون H2O2 يهاجم البكتيريا نقول تاني القصه دي عشان في ناس مش واضحه احنا بنقول انا عندي اكسجين مستقر واكسجين مستقر لا هيجي انزيم اسمه ناد بي اتش اوكسيديز يعني مش هيدروجين من اسم ناد بي اتش اوكسيديز يبقى بيشيل الهيدروجين منين؟ من الناد بي اتش جبنا الناد بي اتش اللي شال هيدروجين دي وراح جاي الانزيم ده شال هيدروجينتين منه مدي اتش الاكسجينه دي ومدي اتش الاكسجينه دي فراح تكون عندي اثنين سوبر اوكسايد سوبر اوكسايد ده في راديكال ولا مركب ستيبل؟ فري راديكال الخلايا تستخدمه في ايه؟ بتمشي بيه الوايت بلاد سيلز عشان تروح توديه للبكتيريا عشان يقتل البكتيريا. جزء منه هيهاجم البكتيريا وجزء منه هنشتغل عليه انزيم اسمه صور اوكسايد ديسميوتيز اختصاره اس او دي. بيعمل ايه الانزيم ده؟ هياخد هيدروجين من الاثنين دول يديها على الثاني. يعني هياخد الاتش اللي تحت يحطها على الاثنين. شفت الاتش اللي تحت فضل عندي يقول تو رقم مستقر مفيش فيه مشكله. شلت الاتش من تحت حطيتها مع اللي فوق بقى عندي كام اتش؟ اثنين وكام اوم؟ اثنين بقى اتش 2 و2 اللي رد ان ستيب يكمل مهاجمه في البكتيريا. الاتش 2 و2 اشتغل عليه الانزيم اسمه ميلو بيروكسيديز. الانزيم ده معاه اتش سي ال. اتش سي ال مع اتش 2 و2 ايه اللي بيحصل؟ الانزيم ده هياخد اكسجينه من الاثنين فيفضل عندي ميه. خد اكسجينه من الاثنين حطها في وسط ال اتش سي ال ما بين ال اتش والسي ال بقى اسمه اتش او سي ال وده برضه مركب ان ستيب. الهدف من تكون ان انا هاجم البكتيريا. ده حاجه فسيولوجيه حاجه طبيعيه بتحصل جوه الجسم والهدف منها مقاومه البكتيريا. طب الحاجات اللي مش فسيولوجيكال بقى الحاجات اللي مش طبيعيه هو الاتش سي ان في حد ذاته ستيبل صح؟ خد اكسجينه زياده عاوز افقد الاكسجينه تمام؟
ايه بقى الكترونه وايه الكترونه؟ احنا بنتكلم في قصه كيميا عضويه مش هنخش في سياق تاني. القصه بكل بساطه حلو في مين دخلت في زياده عن المركب ما نقصد كل دول يلا يا جماعه بص لحظه عربي مش مستني حاجه في حاجات انا اسمها دينجرس افكت بتاع الفيلر. الفيلر ممكن يكون لها تاثير مضر. طب ده تاثير ايجابي. في تاثير تاني ايجابي مكتوب عندكم كلمه واحده اللي هو سيل سيجنال، يعني ممكن يساعد في الاشارات بتاعه الخلايا. زي ايه؟ هو ده ما بيكونش بصوره كبيره بس ممكن مع بعض الهرمون زي ما اتفقنا ان في هرمونات بتعدي السلم البرين وتخش تشتغل جوه الخلايا. في مجموعه من الهرمونات ما بتقدرش تعدي السلم البرين. طب الهرمون عاوز يشتغل، يشتغل ازاي؟ قلنا ربنا بيحط الهرمون ده ريسبتور مستقبل في السلم البرين. بيجي الهرمون يمسك فيه. وبعد ما الهرمون بيمسك في الريسبتور لان الهرمون مش قادر يخش يروح فاكر جزء من السلم البرين بدخله مكانه. تنفع يعمل الوظيفه بتاعته. سيجنالز اشارات تخش مكان الهرمون عشان تقوم بوظيفه الهرمون جوه الخليه. ممكن في بعض الحالات اللي يدخل يكون حاجه زي الاتش 2 حاجه زي الاكسجين الذري، حاجه زي الاو اتش، يعني ممكن الفيلر تبقى هي السيجنالز او الاشارات اللي بيبعتها مين؟ اللي بيبعتها الهرمون عشان تقوم بالوظيفه بتاعته. بس ده ما بيحصلش مع معظم الهرمون، الهرمون بتستعمل حاجات ثانيه كسيجنالز او كاشارات. طب ده شك فيسيولوجيكال، حاجه طبيعيه. ممكن يبقى فيها عندنا شكل تاني دنجرس، حاجه مشكله بقى. دلوقتي الفيلر ده ممكن تضر الجسم في ايه؟ احنا اتفقنا ان هي مركبات اون ستيبل. فهتمسك في اي حاجه في الجسم عشان تستقر، عايز تستقر خلاص، ما تقدرش تمسك في مين بقى. فممكن تروح وتمسك رقم واحد في السلم البرين بتاع الخلايا. ولما تمسك في السلم البرين بتاع الخلايا الضمادي، بتاعك معاك. تعمل حاجة اسمها سلم البرين بيروكسيديشن. ايه اللي بيحصل في السلم البرين؟ السلم البرين قلنا معظمه فاتي اسيد. والفاتي اسيدز اللي بتكون موجودة في السلم البرين بتبقى ساتيوريد ولا ان ساتيوريد؟ ان ساتيوريد. يعني هذا الفاتي اسيد اهو انا هرسم جزء منه بس سي اتش دبل بوند سي اتش سي اتش 2 في نهاية الفاتي اسيد الناحية دي ونهايته الناحية التانية، أنا عايز بس الجزء ده. اللي هيحصل يقول لك ممكن واحد من ضمن الفيلر كده نعرف ازاي بيدمر السلم البرين زي الاو اتش مثلا. او اتش عاوز رقم صح؟ اون ستيب فيلر يروح رايح للسلم البرين. يدمر السلم البرين ازاي؟ ياخد منه هيدروجين. كده بقت الكربونة دي مالها؟ عايز رقم؟ انت خدت ربطه بتاعها. الهيدروجين اللي هو خدها مسك فيها عشان يبقى اتش او اتش اللي هي ايه؟ الميه خلاص ده استقر وساب التفاعل ومشي. خد الهيدروجين من السلم البرين بوظ السلم البرين واستقر هو. دلوقتي السلم البرين اصبح هو نفسه ايه عاوز يستقر صح؟ عشان كده ده يسموه ار على نقطه. ار دي يعني الفاتي اسيد بتاع السلم البرين. هو عاوز يستقر اللي بيسموه القايل فريلانس. فالخليه عايزه تحل المشكله دي. طب عندك دلوقتي مشكله ان السلم البرين هو نفسه اون سليف عايز هيدروجين المكان اللي انت خدتها منه. فالخليه تحل المشكله دي ازاي؟ تروح مدخله اوتو ادي الهيدروجينه تروح ماسكه في الكربونه دي وادي الاكسجينات تانيه. طب ماشي انت كده دلوقتي مسكت الكربونه في اكسجين خليتها استقر والاكسجين ماسكه في دي. طب دي ماتت عايزه اصبح هو ده كمان اللي هو كده ار اللي هو كان الفاتي اسيد اللي موجود ماسك في كام اكسجينه؟ اكسجينتين وعليه يعني فري راديكال. هو ده اللي بنسميه بير اوكسي فري راديكال. هو اللي عمال يحصل ده السلم البرين ضرب صح؟ وعمال اعرف انا عارف حط عليه اكسجينه شلنا منه هيدروجينه يفضل الكلام ده يستمر
يا اما الخليه تتعامل مع الموضوع ده وتحاول تخليها زي ما نشوف حل ازاي، يا اما يفضل القصه دي شغاله يطفوا الفوجين عشان الهيدروجين حط مش عارف ايه. المهم ان الخليه عماله تحاول تحل الموضوع ده لحد ما يحصل ايه السلم برين بقى يختص. يبقى مشكله الفيزياء دي كده ان هي هتروح على السلم برين، وزي ما احنا شايفين كده هي عايزه تستقر، هتروح برضه هيدروجين من السلم برين تستقر بيه، هي استقرت خلاص. بس لما شالت الهيدروجين من السلم برين اصبح السلم برين اون ستيبل. عاوز يحل المشكله دي راح دخل عليه اكسجينتين لسه ما زال اون ستيبل، ده اللي احنا بنسميه سلم برين بيروكسيديشن او ليفت بيروكسيديشن، عمال يحصل اكسده تحول في السلم برين. طب ما في راديكال دي ده على مستوى الخليه من بره. طب لو جت الفري راديكال وراحت داخله جوه الخليه بقى وراحت معديه جوه النيوكلس، هتلاقي مين اللي موجود جوه النيوكلس؟ الديني تبدا تدمر في القواعد الديني، فيقوم يحصل ميوتيشن او طفرات في الديني. لما يحصل طفره في الديني ممكن يقلب ايه؟ بجد. عشان كده الفري راديكال كده وبس. طب ما هي ممكن الفري راديكال لما تقعد تدمر في السلم برين وتدمر في الدي ان اي دلوقتي الخليه هتبقى سليمه وكويسه، ولا الحيويه بتاعتها بدات تفقد؟ خلاص الخليه عملت فصل في السلم برين بتاعها وتضرب في النيوترونز بتاعتها، فيحصل ايدجنج للخليه دي بسهوله. يعني بدل ما الخليه كان عمرها مثلا شهر، الخليه يحصل لها ايدجنج وتتكسر وتموت بعد ايه؟ بعد اسبوع او اسبوع. ده نتيجه تاثير الفري راديكال كده وبس. ده انت ممكن كمان الخليه يحصل لها ديس، انت عمال تحلل في الدي ان ايه وتكسر في مين؟ في السلم برين، الخلايا تموت، تحصل ديس في الخلايا. طيب قيس على كده بقى شويه اسئله. لو حصل الفري راديكلز دي راحت ضربت خلايا القلب، ممكن تعمل مايوكارديا فارك تموت جزء من خلايا القلب. لو الفري راديكلز دي راحت ضربت الاندوثيليوم بتاع البلاد فيزل، ادي البلاد فيزل اهي متبطن بالاندوثيليوم. والمفروض ان الاندوثيليوم ده زي ما انتم عارفين هو سموث. البلاد طول ما هو ماشي فيه مش عندها مشكله. جت الفري راديكلز وقعدت تضرب في الاندوثيليوم ده، بدات تضربه، تكسر من السيف برين بتاع الخلايا دي. بقت الخلايا صح؟ يبدا يترسب فيها البلد تعمل سرطان، تعمل جلطات، مش كده وبس؟ الكوليسترول يبدا ينزع عليها ويبدا يعمل تصلب شرايين، يبدا يعمل اسكليروسيس. يبقى الفري راديكلز لما يكون تركيزها بالنسبه المعقوله بالنسبه الطبيعيه اللي ربنا خلقها لها تاثير مفيد. قلنا ممكن بعض الخلايا تستعملها كسيجنالز او اشارات، قلنا ممكن الخلايا زي الوايت بلاد سيلز تستعملها كوسيله للدفاع ضد الانفكشن، ولكن بقى لو زادت عن حدها هتبقى مضر، لانها هتضرب السيلم برين بالطريقه اللي شرحناها واللي سميناها ليفل ديوكسيديشن، وتضرب النيوكلس وتضرب النيوكليك اسيد دي ان اي، فتقوم تعمل ميوتيشن او طفرات تقلب بكارثه. المحصله النهائيه السيلم برين بيتضرب والنيوكلس بيتضرب، الخليه تعكس بدري اللي بنسميه ايدجنج في الخليه. ممكن كمان الخليه يحصل لها دز لو في راديكلز ضرب الخلايا الهارت يحصل ميوكاردال انفاركشن، ولو ضرب الخلايا البلاد فيزلز يحصل اثيروسكليروزس او تصلب في الشرايين. دي قصه الفري راديكلز. واللي المفروض ان الجسم يدافع عن نفسه بالضغط. احنا بقى عندنا في الجسم حاجات ثانيه اسمها انتي اوكسيدنت مضادات الانسجه. دي الحاجات اللي بتحمي الجسم من الفري راديكلز اللي احنا عمالين نتكلم عنها. دكتور في نقطه هي كتر 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 من ضمن الحاجات بتاعت الفري راديكلز ان هي ممكن تروح كمان تضرب اللينس عدسه العين وتعمل كتر كتره اللي هو الميه البيضاء. الميه البيضاء مش ميه، هي بتبقى تليف في عدسه العين. يعني اللينس بالمنظر ده كده، ادي القرنيه قدام اهي وادي العدسه بتاعت العين. تيجي الفري راديكلز تبدا تضرب اللينس عدسه العين، كل ما تضربها عماله بتنور في الخلايا، يبدا يحصل تليف في خلايا العدسه. عدسه العين لما بتتليف بيبقى لونها ابيض، ده اللي بيسموه الميه البيضاء. طبعا العيان ده بيبقى فيه فيجوال فلوسنت في البدايه، تبدا تبقى صفحه بيضاء كده قدام عينه، بعد كده الرعايه خالص الدنيا بتقفل، وعلاج الوحيد طبعا هو ان العدسه هيحصل لها ايه؟ اتشال وبتتغير. ده بالنسبه للقطره او الميه. الانتي اوكسيدنت مضادات الاكسده، الحاجات اللي بتحمي الجسم من الفري راديكال. في عندنا نوعين،
عندنا انتي اوكسيدنت بيقولوا عليهم بريفنت، وفي عندنا انتي اوكسيدنت بيقولوا عليهم تشين بريف. ده من ناحيه الوظيفه، لكن من ناحيه المكان بيجوا منين؟ في انتي اوكسيدنت اندوجينس موجوده جوه الجسم، ربنا خلقها بتصنعها، وفي انتي اوكسيدنت ثانيه اكزوجينس احنا بناخدها من بره. احنا قلنا معظم الفيتامينز بنشترك ان هي انتي اوكسيدنت، بتحمي الجسم من الدنيا زي فيتامين اي، زي فيتامين سي، زي فيتامين اي كارتين، كل الحاجات دي تعتبر انتي اوكسيدنت، وهنشوف ازاي حاجه. طب الحاجات دي بما انها انتي اوكسيدنت الفيتامين احنا قلنا الجسم بيصنعها ولازم ناخدها احنا في الاكل، ناخدها في الاكل، عشان كده لو واحد ما خدش الفيتامين في الاكل بيجيله ديزيز او امراض، لان لو الجسم بيصنعها وما خدهاش خلاص هيجيله مرض ليه بقى. فالاكزوجينس سورسز او الانتي اوكسيدنت اللي بناخدها من بره هي الفيتامين، لكن الاندوجينس سورسز المصادر اللي عندنا بقى اللي جوه الجسم، الانتي اوكسيدنت الداخليه اللي في جسمنا زي ايه؟ زي ثلاث انزيمات مهمين جدا اللي حضراتكم تكونوا عارفينهم. واحد اسمه كاتاليز، واحد اسمه سوبر اوكسيد ديسموديز، والثالث اسمه بيروكسيديز، وهنعرف الثلاثه دلوقتي. او زي البيليروبين، زي اليوريك اسيد. هتقولي ده البيليروبين ده بيجي من تكسير الارض صح؟ اليوريك اسيد ده بيجي من تكسير البروتين. ولا حضرتك مع اليوريك اسيد والبيليروبين الفترات اللي بتيجي من تكسير الارض والبروتين ده مش فترات كده وخلاص، ربنا برضه حاططها لها وظيفه. لو الفيريادكلز زادت عن حدها، بدل ما تروح تهاجم السلم برين بتاع الخلايا، بدل ما تهاجم الاورجنز بتاعتك، ممكن الجسم يروح مديها مين؟ يديها يوريك اسيد، يديها بيليروب، تتفاعل معاه، تتاثر فيه ولا تحرقه ولا تعمل كل ده، احنا محتاجين حاجه يوريك اسيد، محتاجين بيليروب تعالى، معنى كده ده اصلا بنتخلص منه، فالجسم ممكن يستعمل الحاجات دي كانتي اوكسيدنت، يديها للفيريادكل تتفاعل معاه، لو كنت بوظت احسن ما تبوظ مين؟ السلم البرين، ماشي؟ ممكن البروتينات اللي موجوده في الجسم زي الترانسفيرين اللي بيشيل حديد صح؟ زي السيريلوبلازمين اللي بيشيل الكربون، زي حاجه اسمها لاكتوفيرين بيشيل حديد، كل الكالرز اللي موجوده في الجسم، البروتينات اللي في الجسم اللي بيشيل حديد او كبر او كالسيوم، كل دول ممكن برضه يتفاعلوا مع مين؟ مع الفيلا. احسن ولا ما يفادك يتفاعل مع السيلوم بريل بتاع الارجنتين مثلا وتضمنك الارجنتين؟ يبقى الفكره كلها ان الجسم ممكن يضحي حاجات عنده يخليها تتفاعل مع الفيلاسكوزيد احسن ما تتفاعل مع مين؟ مع السن المريض بتاع الفيلاسكوزيد. زي ايه موجود عندنا؟ قلنا زي الهيموجلوبين، زي بيريك اسيد، زي الكوليسترول المختلفه اللي موجوده في الجسم. الانتي اوكسيدنت قد تكون بريفنتيف يعني بتمنع القصه من البدايه، يعني بتيجي على الفيلاسك من البدايه خالص قبل ما تشتغل على السلم البرين مثلا، وقبل ما تطمر الكريستيز وقبل 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 وتخلص منه. في انتي اوكسيدنت ثانيه تشين بريكر، يعني جت الفيلر راحت مسكت في السلم البرين خدت الهيدروجين بتاعها. بعد ما خدت الهيدروجين الخليه حاولت تحل المشكله، راحت حاطه كام اكسجين؟ اثنين. قلنا لو سبنا الموضوع ممكن تيجي الخليه تبقى طايفه كمان اكسجين، تلاقي الدنيا عماله تبوظ منها. طب ممكن يجي بقى واحد انتي اوكسيدنت زي فيتامين اي مثلا. فيتامين اي احنا لما شرحناه زمان كان خارج منه او اتش كده صح؟ وكنا قلنا سر الاكتيفيتي بتاع الفيتامين اي انه سهل يفقد الهيدروجين. طب بص كده ايه اللي يحصل؟ يروح جاي فيتامين اي فقد الهيدروجين بتاعه ومديها هنا كده، المركب استقر ولا ما استقرش؟ استقر صح؟ بقى سي او او اتش كده السلم البري وقف على كده خلاص. يبقى انا كده وقفت الاكشن بتاع الفيرديكل ولا ما وقفتوش؟ وقفت. هل انا منعت الاكشن بتاع الفيرديكل من البدايه؟ لا، ده الفيرديكل اشتغلت على السلم برين وبدات تدمر في السلم برين، بس فيتامين اي عمل ايه؟ منع ان الدستراكشن ده يستمر، يعني عمل حاجه اسمها تشين بريكنج، كسر عمليه التكرار او عمليه الاستمرار بتاع الاكشن بتاع الفيرديكل. ده كده اسمه تشين بريكر، يبقى فيتامين اي اعتبره تشين بريكر انتي اوكسيدنت. لكن لو جبت واحد اتفاعل مع الفيرديكل قبل ما تشتغل، ده اقول عليه بريفنتيف انتي اوكسيدنت. من الحاجات اللي بتمنع الهيدروجين زي فيتامين اي،
زي فيتامين سي، زي بعض البروتينات، قلنا زي الترانسفيرين والفيريتين والحاجات دي، عشان دول كلهم بنعتبرهم بريفنتيف. طب ايه تشيم بريفنتيف؟ ايه بريفنتيف زي ايه؟ انا عايز اخلص على الانتي اوكسيدنت قبل ما تشتغل خالص. هروح جايب ال H2O2 وهجيب كمان واحد زائد وهشغل عليه انزيم اسمه كاتاليز انزيم. بصوا الكاتاليز ده هيعمل ايه؟ ادي H2O2 وادي كمان H2O2. الكاتاليز هيروح واخد الاكسجين مع الهيدروجينتين دول ويطلعهم في صورة ميه، وياخد الاكسجين مع الهيدروجينتين دول ويطلعهم في صورة ميه. فكده معانا كام ميه؟ اثنين. فضل عندك هنا مين؟ اكسجين. اكسجين. وفضل هنا اكسجين، يمسكوا مع بعض يطلعوا في صورة O2. ده مركب مستقر وده مركب مستقر. يبقى الكاتاليز انزيم حمل جسم من ال H2O2 ولا ما حملهاش؟ ده قبل ما اصلا تشتغل. يبقى اقول عليه بريفنتيف ولا تشيم بريكر؟ بريفنتيف انتي اوكسيدنت، منع ال H2O2 من ان هي اصلا تشتغل. قال الكاتاليز انزيم ده بيبقى موجود في البروكسيزوم. ايه البروكسيزوم؟ مالكوا اساسا في الاستوري حاجه بتاخده من البروتين. انا قريصته كده تبقوا عارفين. عارفينها دكتور ايه؟ حاجات كده بقى فترات وضيان صغيره موجوده في الخليه وظيفتها فيها انزيمات انتي اوكسيدنت زي الكاتاليز انزيم. ماشي؟ زي الليسوسوم بس مع اختلاف. زي الليسوسوم مصلح بس اختلاف. الله يخليك على ده الكاتاليز انزيم. في واحد اخوه وعقود احنا خدناه قبل كده في البروتين. لما قلنا ممكن اجيب ال H2O2 واجيب معاه جلوتاثيون. الجلوتاثيون ده كان مركب خارج منه SH كده. قلنا احنا هنجيب كام جلوتاثيون؟ هنجيب اثنين. واخد ال H بتاعت الجلوتاثيون ده وال H بتاعت الجلوتاثيون ده. يبقى انا كده معايا كام هيدروجين؟ معايا هيدروجينتين اثنين. خدنا الهيدروجينتين الاثنين بتوع الجلوتاثيون، فيفضل عندي جلوتاثيون وجلوتاثيون زي الاثنين يمسكوا مع بعض. والهيدروجينتين اللي خدناهم هنروح مدينهم لمين؟ للاكسجين الزياده دي. فيبقى عندك هيدروجينتين خدوا الاكسجينه وطلعوا في صوره ميه. هيدروجينتين اهو مسكوا في الاكسجين الزياده وكونوا ميه، فيفضل عندي من H2O2 ماي. يبقى كده التفاعل ده طلع مع كام ميه؟ اثنين ميه. الانزيم اللي عمل الموضوع ده اسمه بيروكسيديز انزيم. يبقى اول انزيم اللي هو الكاتاليز وثاني انزيم اللي هو البيروكسيديز. الكاتاليز جاب اثنين H2O2 مع بعض، خد H2O ميه و H2O ميه والاكسجينتين مع بعض طلعنا O2. ثاني انزيم اللي هو البيروكسيديز جاب H2O2. انا عايز اخلص من الاكسجين اللي مضايقاني دي. جبنا اثنين جلوتاثيون، جلوتاثيون معاه SH وجلوتاثيون معاه SH. خدنا ال H بتاع ده وال H بتاع ده، بقت لسه عايزه رابطه ولسه عايزه رابطه بس ادناهم في بعض. والهيدروجينتين اللي خدناهم اديناهم الاكسجين الزياده وطلعنا مين؟ وطلعنا ميه. ده اسمه بيروكسيديز. ثالث انزيم موجود عندنا انا لسه شارحه اللي هو مين؟ اللي هو السوبر اوكسايد. ده الانزيم اللي بيتخلص من السوبر اوكسايد. جبنا اوتو اتش وجبنا زي اوتو اتش سوبر اوكسايد اخوه ومسكنا الاثنين هيدروجين في بعض، طلعنا الاتش دي مع اللي فوق عشان يبقى ايه؟ اتش 2 او2 زائد مين؟ زائد او2. هتقول لي طيب انا كده اتخلصت من السوبر اوكسايد بس طلعت مين؟ اتش 2 او2 كده تقدر. اقول لك ما الاتش 2 عندك منه بدل الطريقه طريقتين ممكن تتخلص بيهم. لو افترضنا ان الانتي اوكسيدنت دي مش متوفره لاي سبب او العكس الفري راديكلز واحد بياخدها بالمره كتير
ففي راديكلز عاليه. لو الفي راديكلز عاليه او الانتي اوكسيدانت قليله، المحصله النهائيه ان في فري راديكلز شغاله تدمر في السلم البريد، تدمر الاربوسيس تعمل هيمونازيس، تدمر البلازما تعمل اسكليروزس، تعمل سكين هارت، تعمل ميكاردال انفاركشن، تعمل كانسر، تعمل ايدجنج، تعمل سيبدس، تعمل كل الحاجات اللي احنا قلناها. فالقصه دي كلها حصلت نتيجه ايه؟ نتيجه ان في راديكل عملت اوكسيديشن في السلم البريد وعملت اوكسيديشن في الجسم كله. فيسموا القصه دي اوكسيداتيف ستريس. الاستريس يعني مشكله او توتر او قلق حصل في الجسم. السبب ايه؟ اوكسيديشن. السبب حصل يا جدعان عادي والله نتيجه وجود ستريس. يبقى اوكسيداتيف ستريس هو تضمن او حصل اوكسيديشن ادى الى تدمير السلم البريد بتاع خلايا نتيجه زياده الفري راديكال اللي ممكن يكون نتيجه زياده تصنيع عصب او انا بقولها كتير أو ناقص مين؟ ناقص الأنتي أوكسيدانت الإنزيمات ماشي؟ كده إن شاء الله الحصة اللي جاية هناخد مع بعض الميكرو بيولوجي. بصوا يا جماعة مثلا يوم الثلاثة طبعا هي حصة عمل يوم الثلاثة هتلاقي ثلاث مواعيد 9 12 واحدة والحصة الثانية بتنظر العمل. أنا هشرح فيها ميكرو بيولوجي هقول فيها مواضيع شرح ميكرو بيولوجي لها علاقة بالعملي تمام؟ عشان مش هشرحها تاني في النص. هتبقى حاجات منها نظري ومنها عملي. يوم الثلاثة 9 12